بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا بعنوان اغلب خوفك يا بطرس. كلام مش لبطرس بس. أذكر أول مرة نزلت خدمة، أول سنة خدمة، مش عارف سنة كام، سنة 80 مثلا، خادمة قالت لي جملة كده علقت معايا، قالت لي بولس ده بيعقدنا إنما بطرس ده زينا، بيغلط زينا. عجبني الجملة، ودارت الأيام عملت كتاب اسمه حياة بولس، وانشغلت أكتر بكتاب حياة بطرس، وأحبكم تقروا بطرس إن كان إنجليش أو عربي، لأنه الكتاب ده أنا بعتز بيه، لأن فعلا القديس بطرس لما تدرس حياته يحسسك ده شبهنا، ده مستعجل، ده بيلخبط في الكلام، ده شايف روحه ساعات، ده بيعمل بلاوي يعني كده، فاهمين؟ تحسوا انه، وبعدين ده بيجي منه. فدايما شخصية بطرس تدينا امل. على فكرة بولس كان اوحش من بطرس كتير، بس بصراحة بولس من ساعة ما اتعدل تحسه كده صاروخ، فيعني ايه تنهج عشان تلحقه يعني. عموما كلهم قديسين حلوين، وجميل ان احنا نتأمل في حياتهم. انما اللي يدرس حياة بطرس، بطرس عامل حاجة كده، انا بفتي نفسيا واستحملوا الفتاوى. بطرس يبان جريء قوي بس هو خواف. في شخصيات كده بتغلب الخوف بانها تعمل نفسها ما بتخافش، تتكلم بسرعة، تقود، لكن الحقيقة الشخصيات دي ساعات بتبقى جواها خوف. فبطرس بان في حياته الخوف كذا مرة، وانا متأكد وانتوا بتسمعوني النهاردة وانا سخنان عليكم كده عشان ازقكم ان انتوا تفكروا في الطريق الجديد ده، في خوف دخل قلبكم، بس ده عادي، ده كويس، ده مفيد قوي. بس تعالى بقى نتعامل زي بطرس كده، اغلب الخوف يا بطرس. اولا الخوف الطبيعي، اول خوف عادي في بطرس هو خوفك على والديك، خوفك على عيالك، خوفك على صحتك، خوفك من تركب طيارة، خوفك من الورق السكيور بتاع ده الاميجريشن اوفيس بقى والفيزا، خوفك يعني من السواقة. اوكي، وارد في مخاوف تبدو طبيعية. بطرس الراجل متجوز، فلما ما يكونش في سمك ايه ده بقى، احنا مش هنلاقي ناكل، فاهمين ازاي؟ فاكرين قد تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، هي لغة حزينة لكن لا تخلو من خوف. هو لو كام ليلة من دول احنا هنجوع، احنا هنشحت. فاذا في خوف طبيعي بيتسرب لقلب اي انسان، رغم ان بطرس ده بيبان ان هو ايه شجاع يعني ومقدام، لا. يبقى هيجي لك خوف زي، طب لو انا اترفضت، لو انا رحت بلد او خدمت ومعرفش اقول جملتين، لو انا اترفدت من شغل، اترفدت من الخدمة، احنا ما بنرفدش حد، بس في ناس تقول لك طب ما يمكن ما عجبهمش ويرفدوني، هي مخاوف، مخاوف. زي واحد بيشتغل شغلة جديدة بيبقى مرعوب، حاسس انه هيلخبط، هيعمل غلطة فظيعة. انا مرة واحد اشتغل في البنك جديد قال لي انا مسافة اسبوعين هتعرف ان البنك فلس. قلت له ليه البنك يفلس ازاي؟ قال لي ما انا اشتغلت يعني. فكان مرعوب جدا من كل ورقة ومن كل رقم، مع انه محاسب شاطر، بس كان خايف، خوف طبيعي، حاجة جديدة عليه. لو ما حققتش الهدف او المستهدف، ما عرفتش اوصل للعيال، ما عرفتش اوصل للورق بتاع الريجستريشن، whatever. طب لو ما عجبتش الناس، ما فتحوليش الباب، طب لو ما عرفتش اكل بيتي، عارفين المخاوف اللي هي بتعدي علينا كلنا، زي تكون داخل على امتحان شفوي وانت اعصابك تلفانه خالص، او راح تتقدم للعروسه ويعني هتشرب قهوه وربنا يستر، المخاوف العاديه دي بطرس كان عنده، حته اكل وسمك وصيد. انما لما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق،
الخوف الطبيعي علاجه تعال اخدك فسحة. ربنا يقول لك كده، بص تعال نتفسح لوحدنا. هو قاعد يسمع وعظة وهم على البر، وقاعد ايه يغسل الشبك وقرفان من عيشته لانه الليلة ما فيهاش سمك، فمش فارق معايا يسوع بيقول ايه، عاوز يروح. انما فاجئ المسيح قال له تعالى بس ايه اخدك لوحدنا جوه كده. يبقى لو عندك مخاوف طبيعية هي مش علاجها تأمينات اجتماعية ولا ضمانات بشرية، هي علاجها خلوة مع المسيح. ادخل للعمق هطير الخوف من قلبك، هتدخل في عالم تاني وجو تاني وروقان مختلف خالص. بقى تاني نوع من الخوف، الخوف من التكريس بقى، ودي الحتة بتاعتنا قوي اللي عمالة زن فيها. خوف من التكريس يعني انتوا عارفين حصل ايه في اليوم ده، انه ركب معاه في عز الظهر ودخل بالمركب جوه وهو مش مبسوط، بس يعني صحش الناس كلها نفسها تقعد مع ربنا يسوع وانا قاعد معاه لوحدي في المركب، ومش معقول اقول له لا. يعني دخل لنص البحر وفجأة كده قال له ارمي الشبكة، طبعا من غير اقتناع رمي الشبكة. حاضر هعمل ايه، طب ما انا من الاول بقى هرمي كل اتكالي عليك. رمى الشبكة، لقى الشبكة تقلت جدا وباصص. على فكرة المية اللي يروح البلاد دي المية صافية، يعني تقدر تشوف بعينك الشبكة وهي بتتملي، منظر ممتع. انا شفت بحر طبرية ده مية جميلة ومنظر ممتع، زي كل سمك بيجري جاري كأنه واخد اوردر عشان يدخل في الشبكة. فبطرس كصياد قديم لا ده معاد ولا ده وقت ولا دي طريقة ولا المكان ده، لا لا اللي بيحصل ده عجب. أم حصل إيه؟ هو زي اللي فهم، بطرس ذكي على فكرة جدا، إنه المسيح عاوز يقول له إيه، أنا مش هسيبك، هجيبك أنا قاعد أوعظ بقالي كام ساعة وأنت مطنش، بس أنا هجيبك برضه. فقام ركع وقال له أنا لا. بص بقى اندراوس اخويا واد محترم جدا بيمشي ورا يوحنا المعمدان ومتدين وابن ناس، انا لا، انا حتة صياد سمك وهفضل صياد سمك، فاطلع من سفينتي. يعني ايه؟ انا منفعش خالص في اللي انت بتفكر فيه ده، اخرج من سفينتي، يعني ما تحاولش. فالمسيح قال له بالظبط اللي كان خايف منه، تشتغل معاه، تسيب كل حاجة وتشتغل معاه، في الوقت اللي هو بيقول له بالظبط عكس كده، اطلع من سفينتي. يعني ايه؟ سوري يعني سوري، ممكن تبقى زي يطلع من دماغي، يعني لا، اوعى تكون ناوي تقول لي اشتغل معايا. انا عمري ما كنت تلميذ يوحنا المعمدان، الناس المتدينة دي انا مش تبعهم. وقال له انا وحش، انا راجل خاطئ، انا اخاف جدا من اللي انت بتقوله ده، انا ما عنديش ولا معلومة يهودية تنفع حتى. طبعا كمان يعقوب ويوحنا لما جابوا المركب يلحقوا بقية السمك هم كمان حسوا بنفس الاحساس، انما المسيح قال لسمعان ما تخافش. يبقى واضح ان كان في ايه، كان في خوف. خوف الاول من قلة السمك، الخوف الجديد اعلى، خوف من سكة غامضة ملهاش معالم بس مع شخص رائع، مفيش احلى من كده. واتعلق بالمسيح جدا بس مفيش اي ضمانات ولا بروميسز ولا معالم حتى، هنعمل ايه، هناكل ازاي، مفيش، بيقولش اي تفاصيل. وكل اللي قاله ايه، تيجي تشتغل معايا صياد ناس، من الان تكون تصطاد ناس. ساعات الواحد يفكر انا مش ممكن هنفع. حبيبي ده خوف، ما احنا متفقين، وانت سمعت لك 100 وعظة بتقول ربنا هيشتغل بيك، ربنا هيشتغل فيك، ربنا بيختار الكسر اللي ما بينفعوش. ما ظنش انها معلومة جديدة، بس هي مش راضية تدخل. ليه؟ اصلك خايف. انا اوحش منهم، عادي، هو ما بيختارش الحلوين، ربنا ما بيجيش للحلوين ولا بيختار حلوين، الحلوين دول خليهم لروحهم، هو بيختار الوحشين. طب انا هغير كل حاجة في حياتي؟ يس. وده هينفع؟ ينفع. طب والناس هتقول ايه؟ مش مهم. طب هبقى مبسوط؟ جدا، بس انا خايف، عادي،
احنا بنغير الاتجاه، فده قرار كبير. ايوه قرار كبير، بس عادي مش هتشتغل معاه. طب ده الطف مدير في الدنيا، ما بيرفدش على الاقل حد. اذا في خوف طبيعي، وفي خوف بالذات من الفكره دي اللي بتبدو للبعض انها ايه، لا 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 لا، ده ابونا ده بيهلوس، مفيش داعي نعمل الشغل المجانين، مفيش ضمانات، لا هيقولوا عليا ايه. اقول لكم حاجه معلش شخصيه جت في بالي دلوقتي، لما ادعيت للكهنوت كانوا عيالي صغيرين، فواحد زي امين خدمتي كده قال لي معلش انا في سؤال كده، انت محوش قد ايه؟ قلت له يعني رقم، امزعق فيا، قال لي انت مجنون، هتدخل على الكهنوت ومش عامل اي حاجه لعيالك؟ قلت له ما قالوليش حاجه زي كده، انما انا لقيت انه كل اللي دخلوا الكهنوت عملوا كده، محدش فيهم حسابها بالورقه والقلم، والا مش هتمشي، ما تمشيش شغل ربنا، ما يمشيش كده، لازم ترمي، لازم تتكل، لازم تصدق انه مش هتحتاج ولا عيالك هيحتاجوا، مش ممكن، ده ربنا. الخوف من التكريس انتوا عارفين بقى انه غلبه بطرس، غلب خوف الطبيعي لما اشتكى للمسيح وقال له مش لاقيين ناكل، وغلب خوف التكريس بقولة ايه، تركوا كل شيء وتبعوه. ده كان قرار كبير قوي على فكرة، وفي عالم الصيد الناس دي مجنونة، بالذات يعقوب ويوحنا ابوهم معاه مركب، على فكرة بطرس غالبا كان بيأجر المركب يعني ايه على قده، لكن يعقوب ويوحنا اصحاب مراكب. لكن عموما هو قرار غريب جدا، واحد بيسيب شغله، بيسيب شغله كده من غير ما يعرف حتى بكرة هيمشي ازاي. تالت نوع من الخوف بقى، وده مشهور قوي، وده انا بموت فيه الحتة دي بقى، فاكرين لما خدهم خلاص بقى لهم سنة مثلا معاه تلاميذ، وبعدين ايه، بعد يوم خمس خبزات كانوا فرحانين ومبسوطين وعملوا معجزة بايديهم ووزعوا على الناس في الجبل الأرغفة والدنيا آخر جمال، وبعدين قال لهم اسبقوني. طب ما تخليك معانا في المركب، لا 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 اسبقوني، حاضر اسبقوني، دي كذا ساعة في البحر ويتقابلوا تاني يوم، الله أعلم بقى تيجي مركب تانية تاخده، ما كانش حد في باله هيحصل ايه. مسافة ما وصلوا نص البحر والدنيا ليلت، وبعد الخمس خبزات كانت الغروب جه، فاحنا ركبوا المركب على ستة مثلا، سبعة مساء كانوا في نص البحر، البحر قلب وقلبة سودة ومش في معادها، وبعدين معانا من سبعة لاربعة الصبح مثلا، عشان تتخيلوا المعاناة، وهو مش معاهم وبيموتوا بجد، ودول عارفين البحر وخطورته. في الاخر جالهم ايه، ماشي على المية، فظنوه انه خيال، من الخوف صرخوا. ده نوع جديد من الخوف اللي هو خوف الازمات بقى، خوف الازمات ده خوف ممكن تموت، ممكن حد من اقرب الناس يحصل له حاجة، هو وارد، وارد اي حاجة، ما احنا عايشين في الدنيا، فده خوف كان عالي جدا. حصل موقف بقى عجيب، المسيح لو المجد جالهم يتمشى قال لهم ليه تخافوا، اتخافوا احنا يعني، وده ضحك بس، الموجة عالية جدا، الريح شديدة قوي، دنيا ضلمة خالص، مركبة ملا مية، هنموت، ملاش معنى تاني، ما تخافوش، ما انا معاكم، معاكم بس انت بعيد حتى مش جوه المركب. فأجاب بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك. من أجمل وأغرب الجمل اللي في الإنجيل، لأنه ده مش طلب خالص منطقي. يعني حطوا أنتوا السيناريو، قولوا له يا سيد إن كنت أنت هو، سكت البحر، إن كنت أنت هو وصلنا فجأة، لكن هتستفيد إيه يا أخويا يا بطرس، يعني لما تتمشى على البحر في الظروف دي احنا في ايه ولا في ايه؟ فاهمين؟ هو بطرس كده عنده حتة تحسه كده ايه؟ زي حضراتكم كده، في وقت كده تحس انت بتقول ايه؟ يعني احنا في ايه ولا في ايه؟ لكن هو من كتر التعب على الهلوسة خلاص ما تخليني اجيلك، يمكن زي الطفل اللي عاوز يجري
يطلع من الرعب اللي هو فيه، مش عارفين ايه اللي خلاه يقول جملة زي كده. ايه الغريب ان ربنا قال له تعال؟ واي نوت؟ فقال تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء، لأن بطرس مش مركز في اللي بيقوله، ليأتي إلى يسوع. تخيلوا بقى، ده حتى مش مية هادية، دي موجة طالعة ونازلة، وطلع رجله بإرادته، يعني هي مش ناقصة، هي المركب أساسا بتختص، ده هيطلع رجله والرجل التانية ويتمشى ويطلع وينزل بقى. ولكن لما رأى الريح شديدة انتبه بقى انه هو مش على أرض يعني، خاف، وإذا ابتدى يغرق صرخ قائلا يا رب نجيني. هنا هيحصل كده أحيانا يا جماعة، مش بس انت تغلب المخاوف الطبيعية بتاعت أي واحد، ولا خوف التكريس ومخاوف، لا لا، في درجة أعلى، انك وانت مع المسيح وشغال معاه هتجيلك أيام تخوف بجد، هتبقى حيران هو ليه في مشاكل في الخدمة، هو أنا سبت الشغل بقرفه هلاقي الخدمة كمان ليها مشاكلها، هي ليه الدنيا مش ماشية سهلة؟ إذا كنا عايشين مع ربنا وبيعمل معجزات، الموج يعلى ليه؟ ليه يعلى؟ معلش، وعاوز ينشف عظمنا شوية، مش ينشف دمنا، لا ينشف عظمنا، يعني يبقى قلبك جامد، هيحصل لك إيه يعني ما أنت مع ربنا؟ هو ليه مش بيتدخل بسرعة؟ هيحصل كده، هتبقى خايف، هو أنت يا رب هتسيبني أغرق؟ لا يا حبيبي مش هسيبك تغرق، بس هسيبك تتعك شوية. وده بيعجبك؟ اه بيعجبني، عشان انا عاوزك ما تقلقش، عاوزك ما تضطربش. فمفيش حاجه لما تبقى شويه مهزوز عشان تتعلم ما تتهزش تاني. هو ليه مفيش معجزات على طول؟ خلي بالكم ما فاتش كام ساعه المعجزه، ومعجزه كبيره قوي، 5 خبزات دي، الاف من الخبز على ايديهم، فيعني ما حدش يقدر ينكر ان في معجزه. فانت بتتبرجل، الله مش انا شفت منك معجزات؟ ليه بشوف منك دلوقتي يعني مفاجآت غير سارة؟ ليه بيحصل كده؟ هيحصل مخاوف من النوع ده جوه الخدمة كمان. وبعدين بطرس لو بص للمركب هيلاقي الرعب على وشوش الاتناشر، الحداشر خايفين، لأنه ده ممكن يحصل، إن في بعض المواقف الناس تبقى مهزوزة جوه الخدمة. فإذا كنت هتاخد ثقتك من عينين اللي حواليك، ممكن تلاقيهم هم كمان مهزوزين، ومع كده ربنا يتدخل ويقول لك ايه، ما تيجي تتمشى معايا على البحر. يبقى الخوف من الغرق بتتحل بحتة ايه، اخرها ايه، اقصى ما فيها ايه، هتختص فعلا، هجيبك. لما ابتدأ يغرق صرخ، طب ما احنا مستنين دي من بدري، ما تقول يا رب نجين. مسك بايده وقال له يا خليل الايمان، قليل الايمان بعد ده كله يا رب؟ ايوه، ما كانش المفروض تخاف خالص، عاوزك تتمشى زي الاطفال، تضحك وانت ماشي فوق الموج، ما فيش حاجه تهزك. ليه؟ ما انا اللي عملت الموج وعملت البحر وعملت السمك وعملت الخبز وكل حاجه في ايدي، هيحصل لك ايه؟ مش بتشتغل معايا؟ طبعا التمشية دي عمر ما بطرس هينسى، ولا التلاميذ المشهد ده عمرهم ما هينسوه. فأصبحت خبرة الرعب خبرة ثقة. الأيام الصعبة اللي بتعدي علينا بتسيب عندنا ذكريات قوية. يعني جب الأسود عند دانيال عمل فيه إيه؟ خلاص بقى إيمانه أقوى من الأول. ليه؟ هو شايف الأسود بتلحس رجليه بدل ما تأكله، مش هينسى خلاص، مفيش حاجة هتهزه بعد كده. هاتون النار، لا خلاص، تلات فتي، هيحصل ايه بعد كده اكتر من كده؟ خوف من المستقبل. المسيح له المجد قبل صليبه ابتدى يتكلم عن الصليب. الموضوع ده بقى على فكرة، كلمة صليب قبل الصليب قبل المسيح كانت كلمة تخوف، لانها موتة مرعبة، وموتة معناها ده أصعب حكم إعدام يعملوه الرومان، فيعني عملية مخيفة، أي موتة تانية أسهل. فلما كان يتكلم عن الصليب كتير، السيرة دي توجع تقلق،
ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة وكذا ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. خدوا بطرس على جنبه وابتدى يقول له إيه؟ Far be it from you، بعد الشر عليك. لا 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 تقولش كده أبدا. انتهروا، تخيلوا كلمة ينتهر دي، يعني لا فعش الكلام ده، لا يكون لك هذا، مش ممكن يحصل كده. يبقى هنا واضح ان بطرس على فكرة، وده يفكرنا ان في اخر حياة بطرس خاف من الموت، فاكرين؟ يعني بطرس اللي احنا شايفينه جبار ده لما سمع ان المسيح هيموت اترعب، ولما سمع وهو عجوز انه هيموت فكر يهرب من روما، وبعدين ظهر له المسيح شايل الصليب فاختشى، قال له خلاص فاهم فاهم، ورجع وقال لهم لا ما تصلبونيش زيه، انا مكسوف، فصلبوه منكس الرأس. لكن ده خوف طبيعي عند بطرس اللي بيبان جدع قوي، ده الموت بالنسبة له حاجة تخوف قوي ما بيستحملهاش، وده اللي يفصل لنا الإنكار على فكرة، انه مش مستحمل الفكرة، بينما يبدو انه هو يعني بتاع كلام وشاطر، لكن لا الموضوع صعب عليه قوي. الخوف من غياب القائد، يعني ايه تمشي يا رب؟ يعني ايه تموت؟ احنا كل حياتنا مرتبطة بيك، فحشاك يا رب، لا لا انت ما ينفعش تمشي، ما ينفعش تموت حبيبي، ما احنا قايل لك ان انا هموت واقوم واصعد، هتكملوا انتوا بعد كده. او الخوف انه طب هنعيش بعدك ازاي، وده اللي كان عند التلميذ عمواس لو تفتكروا، انه كنا فاكرين خلاص راحت الاحلام، وبعدين فكرة طب ليه لازم ولاد ربنا يتعبوا؟ ليه لازم الخدمة تبقى فيها مشاكل؟ ليه البهدلة؟ بعدين فكرة أنا مش عارف أغلب الخوف. ساعات الواحد بيبقى مش عارف يطرد الفوبيا دي أو الأنكزايتي دي. فبطرس فضح نفسه لما قال له نو بلاش، لا حشاك يا رب، مش مستحمل إنك تقول كده. ربنا يسوع عمل إيه؟ فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان. أو أصعب مرة المسيح شد على بعد الإنكار، على فكرة كان بيدلع فيه، لكن في اليوم ده كانت أصعب مرة. اذهب عني يا شيطان، أنت معصرة لي، إيه اللي أنت بتقوله ده بطرس؟ لأنك لا تهتم بما لله بل بما لكن بما للناس. يعني لو الخوف عالي زيادة يبقى عندك أزمة، إنك أنت بقيت مركز في الناس مش مركز في ربنا. افتكر ده. ربنا يسوع انتهره، شد عليه وقال له انت معصرة لي لانك لا تهتم بما لله. لما تلاقي الخوف زاد قوي على فكرة يبقى انت مش مركز في ربنا، انت مركز في الناس. وبطرس شوية كانت دي نقطة ضعف برضو، يحب ان الناس تبص عليه كده شايفينه ليدر. يعني قال له لو انت بتحبني وسامع انا بقول ايه هنموت وهنقوم ما كانش فيه مشكلة، بس انت مش سامعني يا بطرس، انت مركز حياتك هتبقى ايه، شكلك شكله ايه، وهكذا. الخوف من الخطية ده شكل اخر من الخوف. اكتر خوف مشهور في حياة بطرس لما خاف من الجارية، لما خاف يقول انه تبع المسيح، لما انكر وانكر بشدة، خلي بالكم مش مرة ثلاث مرات، نو ما عرفوش، وابتدى يحلف انه ما يعرفوش. يعني كذب على حلف على انكار على رعب مش بتاعتك خالص يا بطرس دي. الخوف من الخطية احبائي ساعات تبقى خايف تضيع، خايف على نفسك، تقول انا روحت بلد تانية انا ممكن انا اضيع، ممكن ابعد عن ربنا، ممكن انكر المسيح. ما تخافش حبيبي، ما تخافش، كل حاجة محلولة برضه. انما خرج وبكى بكاء مرا. تعرفين بعد ما غلط الغلطة دي غالبا بطرس جاله حتة صغر نفس فظيعة، حس بأنه ما ينفعش. فالأول مرة نسمعه أنه طالع يصطاد من غير أمر إلهي، مرة واحدة في النص قال له روح هات سمكة وافتحها وادفع عني وعنك. مرة دي أنا راجع الشغل يا عم، راجع شغل زمان خلاص، أنا فشلت. وسحب ستة من التلاميذ معاه، وبعض بيقول يعني راحوا معاه عشان حاسينه مكسور، وبرضه ما لقاش سمك. زي ايه؟ ما انا فاشل فاشل بقى.
فخايف، خايف يكمل رسالته، خايف لأنه عمل عملة سودة. عارفين بقى لما خادم، مرة حد كده كلمني من بلد من البلاد، قال لي أبونا أنا عملت عملة وحشة، أنا ضيعت فلوس الخدمة كلها، اتسرقت مني وأنا المسؤول لأني كنت حاططها بطريقة. ريلاكس حبيبي ريلاكس، حاضر. بس كان منزعج جدا وحاسس أنه يعني عمل جريمة. معلش حبيبي كلنا ممكن نغلط، ما تخافش ما تخافش، ما احنا بنغلط هنفضل نغلط بدل ما فيش غرض وحش. خلاص هنا ما لقوش اي حاجة. هتلاقي الخوف ده، خايف من الفشل، لازم اسيب الخدمة، انا كده منظري ايه قدام الناس، التلاميذ هيقولوا عليا ايه، اشوف لي حاجة تانية، طب ارجع بقى الشغل. وطبعا رجوع الشغل بعد فترة تكريس عادة ما بيبقاش احسن حاجة، حتى لو انت يعني ما فشلتش، بس بيبقى الواحد حاسس كده كأنه فشل. يعني مسيح لو المجد جه في اليوم ده عشان قال له لا مش عاوزك تفكر كده خالص يا بطرس، انا لا مركز في غلطتك ولا مضخمها ولا زعلان منك ولا كلمت، انا عندي سؤال واحد، بطرس انت بتحبني؟ اه كمل. بس انا عملت عملة، بتحبني؟ ايوه كمل. بس مصيبة، بطرس بتحبني؟ ايوه. خلاص بس كده، بس كده. طب واللي انا عملته؟ عادي. اللي انت عملته لحظة ضعف، انا سطرت عليك، عادي عدت عدت. ده انكار، دي بهدلة، ده انا المفروض يعني الراجل بتاعك. عدت. يبقى حتى انك تبعد او تلخبط او تغلط غلطات كبيرة قوي ما تخافش. ليه؟ لانك بتتعامل مع واحد ما فيش اطيب منه وبيعدي، وبيفضل عنده سؤال واحد مضمونة اجابته، انت بتحبني؟ تقول له صدقني بحبك. انت عارفين انت تعلم اني احبك، هي بالبلدي، صدقني بحبك، يعني الحاجة الوحيدة اللي اعرف اقول متأكد اني بحبك، بس انا مش متأكد من نفسي خالص بقى في اي حاجة تاني، خلاص ما انا مش عاوز حاجة تاني، ارعى خراف. اذا كان في كمان خوف من الناس، خوف من الجارية، خوف من الاستشهاد، خوف من اليهود. خوف اليهود ده بان يا جماعة في غلاطية 2، يقول لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهة لانه كان ملوما. تعرفين بطرس عمل حركة لما راح يزور بولس في خدمته، بطرس يعتبر زي أبو بولس في الخدمة، بطرس أقدم من القديس بولس، وبطرس حط إيده على بولس عشان ياخد الأسقفية أو الرسولية، فالقديس بطرس كان بيتمم على البلاد، فراح زار بولس في أنطاكيا، أنطاكيا اللي هي السوريان يعني. لما راح هناك هو بيخاف من اليهود، بطرس اللي واحد من الاتناشر لسه بيخاف من اليهود، لما دخلوا ناس من أورشليم لقوا القعدة فيها أمم، وهو تلاميذ بولس أغلبهم أمم، أم بطرس أم القعدة، أم بولس مسكت خاف على أولاده، قال له لا استنى استنى اللي بتعمله سامحني مش مظبوط، لا انت علمتنا ان احنا بقينا واحد يهود ولا أمم، احنا بقينا واحد، ازاي مش هنقعد ناكل مع بعض؟ بس بطرس على فكرة ما اعترضش، بسهولة اعتذر. ليه؟ لانه لسه بيخاف من اليهود. القديس بطرس بعد ده كله لسه بيخاف من اليهود؟ اه ده كان قبلها اول ما ميت، القديس بطرس اول ميت لو تفتكروا في اعمال 9، لكن لسه عنده ضعفات، لسه بيخاف من الناس بالذات فئة اليهود. ومال عادي يغلط ويتصلح عادي. وبولس لما يعني قال له كده ما زعلش منه، لأنه بطرس حقاني في الآخر. كان بطرس ساعات يخاف من المواجهة، ما بيحبش يواجه اليهود لأنه بيغلب من الفريسين والصدع بتاعهم، ولأنه مش متدين يهودي من الأول. بولس جريء لأنه فريسي قديم، فيعني إيه عارف طريقتهم. إنما
بطرس في حتة خوف، خوف من الناس باينة، خوف من الموت باينة، خوف من الفشل. بطرس العملاق ده شخص خواف، مش دي تطمنكم يا حبايبي؟ لما تخاف في لحظة ده مش كتير عليك حبيبي، لأنه قديسين عظام كانوا بيحاربوا الخوف لآخر حياتهم لكن انتصروا عليه. أخيرا بجد المسيح في آخر جملة قالها لبطرس، قال له أقول لك حاجة حبيبي، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء. يمكن اللي معطلك يا بطرس أنك ماشي بدماغك شوية، تحب تخطط لنفسك، تحب أنت اللي تسوق الدنيا. بكرة تكبر يا حبيبي متى شخت تعمل إيدك كده، يعني إيه سوق يا رب، تمد يديك، آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء. صدقوني أجمل ما في الحياة الروحية كل ما تكبر روحيا مع السن كل ما اتكالك على ربنا يزيد. يعني أنا شفتها في البابا شنودة مثلا في عز أيام الثورة، وكان في قلق شديد قوي، طبعا هو كان كبير سنا وروحيات يعني، سلام غريب وعجيب، قاري الموقف بشكل واضح، مطمن على الكنيسة، سيدنا العيال بيموتوا، يا سيدنا ده في مؤامرة يعني لإبادة الأقباط عادي، ده هو المسؤول، ومع كده عنده سلام غريب. فخلينا واحنا بنفكر في الموضوع يلا نكبر مع ربنا، نكبر يعني ما يصحش تقلق زي زمان. انت هتقلق زي زمان بعد كل اللي شفته؟ مالكش حق. آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء. سيبه بقى يكمل الفترة اللي فاضلة من حياتك، هو اللي سايق. ما تنام يا أخي لما يكون واحد سايق العربية، ما تنام. فاهمين؟ في ناس لما تركب العربية تعفرت السواق. في منكم ناس كده مش كده؟ حاسب فرمل بطأ اعمل، فيبقى هو يعمل حادثة بسبب اللي جنبه. إنما الرايق، ونعرف ناس رايقة قوي، يركب العربية من هنا ينام زي الأطفال، ملوش دعوة. على فكرة مفيش غلط في الموضوع، طالما المسيح اللي سايق ما تنام يا أخي، يعني يروق نفسك شوي. أنت ليه بتقعد كأنك أنت اللي سايق؟ مرة كنت أنا سايق وقاعد واحد جنبي عمال يفرمل، يا عم أنا اللي سايق، اللي جنبي خلاص هيخرم العربية. فحسيت يعني ايه القلق بتاع السواقه ده صعب. خلينا نفتكر المعنى ده، آخر يمنطقك ويرسلك حيث لا تشاء. ايه رأيكم نقول لنفسنا ما تخافش بطرس، لأن بطرس بالذات عدى عليه مواقف خوف كتيرة قوي، كل مرة كان المسيح بيقول له ايه، ما تخافش، مفيش حاجة وحشة هتحصل، بالعكس كل حاجة حلوة هتحصل، لإلهنا كل مجد وكرم.